السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا محمد سلام. إن شاء الله اليوم راح نكمل في المحاضرة الثانية من النيوروفيسيولوجي، من مادة الفيسيولوجي 2. حكينا المحاضرة الماضية عن يعني كانت introduction للنيرفس سيستم وكيف الorganization للنيرفس سيستم وإيش هم الparts of the nervous system، وحكينا كيف السنترال والنيرفس والبريفرال نيرفس سيستم interact with each other، وحكينا عن أقسام البريفرال نيرفس سيستم وكل واحد إيش وظيفتهم فيه، وبعدين حكينا عن بعض التسميات المهمة اللي راح نشوفها كثير في هذا السيستم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن أول قسم من أقسام، يعني أول function من functions تاعون النيرفس سيستم اللي هي السنسوري function. لما نحكي إحنا sensation فإحنا إيش بنقصد؟ بنقصد هو الأويرنس، إما conscious أو subconscious awareness of changes in the external أو internal environment. جزء ممكن نحكي البرسيبشن هو جزء من السنسيشن اللي هو الكونشس، يعني اللي انت الكونشس انتربريتيشن اوف سنسيشنز، وبيكون غالبا في السيريبرال كورتكس. يعني اذا انت شفت اي سنسوري انبوت اجاك، في اشياء انت لا اراديا او يعني بشكل غير واعي بتحس فيها، بس في اشياء انت بتكون عارف فيها. يعني مثلا شفت السياره امامك ماشي، تفرجت عليها، تفرجت إنها راح إنها مثلاً بدها تصف، فأنت وقفت. هذا conscious awareness of changes اللي صارت في الإكسترنال إنفايرومنت. فإحنا من perception هو الانتربريتيشن لهاي السنسيشن. إذن الperception هو الconscious interpretation للسنسيشن اللي أنت بتشوفهم سواء إكسترنال أو إنترنال إنفايرومنت. ففي عنا modalities الآن. إيش هي sensory، يعني إيش يعني sensory modalities؟ هسا إحنا بنعرف إنه السنسور نيورون هو اللي بنقول الانفورميشن، it carries the information. كل سنسور نيورون بنقل information لواحد one sensory modality فقط. طب يعني طب شو هم السنسوري modalities؟ طيب السنسوري modalities احنا بنقسمهم لأي شيء اسمه general و special senses. special senses اللي هم smell، taste، vision، كمان ايش hearing والequilibrium او balance. smells من function of the nose، taste is function of the tongue، the vision function of the eyes، the hearing function of the ear، والequilibrium والbalance كمان في function of the ear منهم. هذول special senses. مثلا في نيورون، هذا نيورون فقط بنقل the smell sensation، في نيورون ثاني وظيفته فقط ينقل the taste sensation، في نيورون ثالث فقط the vision sensation. إذا هذا الفكرة إنه كل sensory نيورون بيحمل information ل one sensory modality. هاي السبيشال سنسز. طيب في عنا الجنرال سنسز اللي هم اللي بتعرفوهم انتو، اللي هم في عنا سوماتيك سنسز وفي عنا فيسرال سنسز. شو السوماتيك؟ اول اشي التكتايل سنسيشنز اللي هم التاتش، اللمس، الضغط، البريشر، الفايبريشن، الحك، الاتش مثلا، اتش اند تيكل. هاي التكتايل، كل هاي الانواع بنسميها تكتايل سنسيشن، يعني الحاسيس مثلا. ثاني نوع اللي هي thermal sensation اللي هي warm and cold. thermal sensation نقسمه إما warm sensation أو cold sensation. في عنا pain sensation وفي عنا proprioceptive sensation. رح نحكي عن كل واحدة منهم بالتفصيل، وهذا رح يكون محور محاضرتنا إن شاء الله، اللي هم somatic sensations. إيش الفيسرال؟ فيسرال من اسمهم زي ما حكينا، اللي هم internal organs، مثل يعني لو صار عنا stretch في مثلا السمول باول او الامعاء الدقيقه، مثلا صار فيهم باثولوجي معين، مرض معين، صار فيهم ستريتش، راح يحس الانسان بالم، راح يحس الانسان، هذا بنسميه فيسرال سنسيشن. ما راح يكون الاحساس فيه نفس الاحساس بايش بالسوماتيك سنسيشن، يعني ما راح يكون محدد 100% مكانه، ما راح يكون دقيق. يعني انت لما تيجي حراره عاليه على ايدك بتحس بالضبط وين مكانها، اما الفيسرال سنسيشن بتكون فيج شوي، مبهم شوي، مش واضحه 100%. اذا عندنا نوعين زي ما حكينا، سوماتيك سنسيشن وفيسرال سنسيشن، هذول بنسميهم ايش؟ بنسميهم جنرال سنسيشن. وحكينا قبل شوي انه في عندنا شيء اسمه ايش؟ سبيشال سنسيشن سنسز، مثل التيست، الفيجن، الهيرينج، الايكوليبريم، السميل، وهي الامور. فكل سنسوري نيورون بنقل لسنسوري موداليتي واحدة، يعني بس بنقل مثلا للبريشر، بس بنقل للتاتش، بس بنقل للتمبريتشر، بس بنقل للبين، بس بنقل للفيجن، وهكذا. طب هاي العملية السنسيشن كيف بتصير؟ يعني هي بروسس.
أو بتبدأ من وين؟ من السنسور ريسبتور اللي موجود على حسب وين مكانه، ممكن يكون على سكين، ممكن يكون إذا visceral sensation في الأورغانز internal organs، ممكن يكون في الآي اللي هم في الريتنا عندنا الريسبتورز فوتوريسبتورز، ممكن يكون في الإير مثلا، وهكذا. فبصير stimulation للسنسور ريسبتور. هسا كل ريسبتور له ستيمولس معين بحفزه، مش حكينا قبل شوي انه مثلا الريسبتور اللي بده يشوف الفيجن الستيمولس تبعه هو الفوتو، يعني الستيمولس تبعه الضوء مثلا، فما رح يتحفز هذا، ما رح يصير ستيمولايشن لهذا الريسبتور الا اذا اجا محفز المناسب له اللي هو ضوء. اذا لازم يكون انه ابروبريت ستيمولس، زائد انه يكون هذا الستيمولس ضمن الريسبتيف فيلد. شو يعني؟ يعني احنا مثلا هي هذا الانسان مثلا رسمي، سامحوني على الرسمه، بس نفترض هذا ظهر الانسان، في ريسبتور موجود هون بغطي هذه المنطقه، وريسبتور بغطي هاي المنطقه، وريسبتور بغطي هاي المنطقه. هسه اذا اجى الاستيمولس في هاي المنطقه فقط الريسبتور هذا راح يشتغل، فراح يصير عندنا السنسور نيورون ينقل هون. طب لو اجى في منطقه ما فيها ريسبتور مش راح يحس فيها الانسان. طبعا معظم جسم الانسان مغطى بريسبتور، فهذا شيء انه نادر يحدث، بس الفكره انه لازم يجي في الريسبتيف فيلد تاع الريسبتور حتى هذا الريسبتور بالذات يتحفز. اذا هم شرطين، ابروبريت ستيمولس وضمن الريسبتيف فيلدز. هاي الجمله انه في ذا بودي ريجن وير ستيميليشن اكتيفيت ذا ريسبتور اند برودوس ريسبونس، هاي بنسميها الريسبتيف فيلد. في معلومه كثير مهمه انه كل ما زاد عدد الريسبتورز في مكان صار الريسبتيف فيلد اصغر. كيف يعني؟ يعني هاي يد الانسان مثلا وهي ظهره، الريسبتورز الموجودة في ظهر الإنسان أقل عددا من إيش؟ من الريسبتورز الموجودة في إيده. عشان هيك الإيد، إحنا ربنا أعطانا الإيد الريسبتورز فيها كثير كبيرة، فبتساعدنا إنه نمسك الأشياء، نحدد شكل، حتى لو غمضت عينك ممكن تمسك إشي تحدد شكله وتحكي إيش نوع، لأنه عندك كثير ريسبتورز بتساعدك في تحديد كيف شكل الإشي، what is the shape الإشي اللي أنت ماسكه. في المقابل في ظهر الإنسان الريسبتورز عددها كثير أقل من الهاند. فايش اللي بيصير عندنا؟ كل ما قل عدد الريسبتور صار ريسبتيف فيلد اكثر. فمثلا بنلاحظ انه هنا هذا ريسبتيف فيلد مثلا، طبعا الرسم هو مش دقيق بس يعني الفكره، وهنا نشوفها عندنا اربع ريسبتورز، في الهاندز عندنا كثير ريسبتورز، طلع كيف. فمثلا لو جبت ابره انت وحطيتها على ظهر الشخص، ونفس الابره حطيتها على يد نفس الشخص، على ايده بيقدر يحدد لك بالضبط وين مكانها، لانه الريسبتور اللي اجت عليه هو كان المكان اللي بيغطيه قليل. في المقابل لو حطيت على ظهره ما راح يحدد لك اياها بدقه، راح يحدد لك اياها في كل المنطقه اللي بيغطيها الريسبتور. فهمنا هاي النقطه؟ يعني هي نقطه حلوه نتفهموها صراحه، حتى لما تجربوا يعني جرب حط على ايدك ابره وحط على ظهرك تقدر تحدد ادق، او خلي حدا يعمل لك اياها على اليد اكيد ادق. طيب ايش النقطة الثانية؟ بعد ما صار ستيميليشن للريسبتور بده نحول الطاقة اللي اجت، الطاقة هي بتصير شو؟ هي بوتنشال. فبدنا نعمل ترانسدكشن اوف ذا ستيمولس، يعني بدنا نحول الانرجي اللي اجت من الستيمولس لجريدد بوتنشال. وانتم بتعرفوا انه الجريدد بوتنشال لازم يتجمع 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 لبين ما يوصل للثريشولد، بعدين بصير الاكشن بوتنشال اللي اخذته بالهارد. فاذا احنا عندنا بنحول الانرجي لجريدد بوتنشال، بتتجمع البوتنشال لبين بتوصل وتصير عندنا ايش؟ توصل الثريشولد ويصير عندنا الاكشن بوتنشال. وبما انه كل ريسبتور بينقل موداليتي واحده، بالتالي اكيد يعني راح يعمل كونفرجن لستيمولس واحد زي ما حكينا من قبل. بعدين بدنا نعمل زي ما حكينا النيرف امبلسز اللي حكي لكم انه الجريدد بوتنشال بوصل الثريشولد وبيعملوا لك ايش؟ اكشن بوتنشال في النيرف امبلس. هذا الاكشن بوتنشال بده يروح للسي ان اس، في السي ان اس بتصير عمليه الانتجريشن ويصير الانتربريتيشن ويصير البيرسبشن of ايش؟ of interpretation of the sensory stimulus. وبده يطلع عنا، راح يطلع عنا مين؟ الاوردر عن طريق الموتور نيورونز. مش راح نحكي هسه عن الموتور لانه محاضرتنا عن السنسوري. طيب الريسبتورز لهم انواع غير، يعني احنا حكينا انه بنقلوا كل واحد بينقل سنسوري موداليتي معينه. هسه احنا بدنا نصنف الريسبتورز حسب ايش؟ حسب يعني ايش التايب اوف ستيمولس اللي بحفزهم. على سبيل المثال الريسبتورز اللي بينقلوا التكتايل سنسيشنز ممكن نسميهم ايش؟ ميكانو ريسبتورز، لانه واحد لما تلمس ايدك انت زي كانه شيء ميكانيكال ستيمولس، لما تعمل بريشر
لما تجيب فايبريشن، لما تعمل بروبريوسبشن. بروبريوسبشن اذا مش فاهمين هي التوازن، يعني انت بتعرف وين مثلا الجوينت، المفصل الركبه الجوينت ني جوينت، انت بتعرف انه ماده للمستقيم عامل فليكشن عامل اكستنشن حتى لو مش متفرج عليه. هاي كيف عرفت طيب انت؟ لانه في عندك بروبريوسبشن في الجوينت بتحكي لك وين وين ال ال وين مكان الجوينت حاليا. هذه هي معنى البروبريوسبشن. نفس الاشي الهيرينج والإكلوبريوم نعتبرهم كمان ميكانوريسبتور. هذا اول نوع. ثاني نوع اللي هو الثيرموريسبتور، من اسمهم ثيرمال ريسبتورز يعني للتمبريتشر وارم او كولد. النوع الثالث اسمه نوسيسبتور. نوسي هيك زي كأنه مزعج، نوز نويز مثلا. فالنوسيسبتورز هم اللي هم البين ريسبتورز. فاذا في بين فول ستيمولاي سواء شو مكان يعني الدمج، ممكن يكون مثلا واحد انكب عليه حمض اسيد، هذا كيميكال دامج، ممكن فيزيكال انجراح. البين اللي راح يجي راح يحفز ريسبتورز، نقسمهم نعطيهم نوع اسمه النوسيسبتورز. طيب ايش في انواع other types of sensory receptors اللي هم مثل ما حكينا بالفيجن؟ في عندنا الفوتو ريسبتورز، التيست والسميل كيمو ريسبتورز، واوزمو ريسبتورز بالاوزموتيك بريشر اوف بادي فلويدز. طيب الان في مفهوم مهم تفهموه اللي هو شيء اسمه الادابتيشن. ايش يعني ادابتيشن اوف سنسوري ريسبتور؟ يعني نحكي تاقلم او تكيف الريسبتور. هسه الريسبتور بس يتعرض لستيمولاس، اضغط على ايدك او حط مثلا ورقه خفيفه، جيب ورقه خفيفه حطها على ايدك، اول شيء بتحس، يعني you sense that there is a paper in your hand، بتحس انه في عندك الورقه موجوده على ايدك. بعد فتره راح يعني راح تبطل حاس انها موجوده. الريسبتور اللي موجود عندك بطل يطلع نيرف امبلسز لانه خلص صار له ادابتيشن للورقه الموجوده، صار يعتبرها انه خلص كانها مش موجوده. نفس هيك الريسبتور بيعملوا ادابتيشن. الان طب تحكي لي كلهم يعني بيعملوا؟ ماشي، هم كلهم بيعملوا، بس في شيء بيعمل فاست ادابتيشن وفي شيء بيعمل ايش سلو ادابتيشن. يعني انت لو الاصبع انجرح عندك راح تحس في بين، وراح يضل البين هذا مستمر. ليش؟ ليش ما صار، ليش الجسم ما صار عندك ادابتيشن بسرعه؟ راح بعد فتره طويله ممكن يصير ادابتيشن، ولكنه ما بصير فاست ادابتيشن لانه لو اجى البين وراح ممكن الانسان ما ينتبه انه لساته في مثلا جرح، فبالتالي راح يصير عنده انفكشن، راح يصير التهاب وراح تكبر المشكله. فعشان هيك حسب وظيفه الريسبتور في إشي بصير له ادابتيشن بسرعه ريسبتورز، وفي ريسبتورز بيكونوا سلولي ادابتنج ريسبتورز. فمثلا الريسبتورز تبعون البين والبروبريوسبشن سلولي ادابتنج، يعني انت مش ممكن تنسى او بطل حاس انه الني جوينت عندك عامل فليكشن، لا بدها وقت كثير عشان هيك سلولي ادابتنج. في المقابل التاتش او حتى السميل، انت لو تشم ريحه، جيب قطر شم ريحته، اولها بتشم الريحه قويه، بعد ثواني اقل من دقائق خلص بتختفي الريحه، بتبطل قادر تشمها لبين ما ترد بعده ويروح الادابتيشن وترد تشمها مره ثانيه. فعشان هيك هذول الريسبتورز مثل فايبريشن تاتش سميل بيكونوا رابيدلي ادابتنج، اما البين والبروبريوسبشن بيكونوا سلولي adapting. فحكينا انه لهسه شو اللي حكينا، انه السوماتيك سنسيشن بصير ستيميليشن للسنسور ريسبتورز مثلا موجودين في السكن او السبكوتينس لاير او الميوكوس ممبرين او سكليتال مسل او التندونز او الجوينتس، كلهم يعني بنعتبرهم من السيستم اللي هو الماسكولو سكليتال سيستم اند ذا سكن. زي ما حكينا قبل شوي انه الريسبتورز مش كل مكان نفس عدد الريسبتور، مثلا الهايست دنسيتي بتكون مثلا على الايد بالذات على اطراف الاصابع، عشان هيك بتلمس ايدك بتقدر تحدد زي ما حكينا شكل كل شيء. في المقابل انه الظهر مثلا عليه دنسيتي او عدد الريسبتورز اقل. فذاكرين لما قبل شوي في بيج 5 هاي حكينا عن السنسوري موداليتيز، حكيت لكم انه في سبيشال سنسز وفي عندنا ايش جنرال سنسز اللي هم الجنرال قسمناهم لسوماتيك وفيسيرال. هسه خلينا نحكي عن السوماتيك سنسيشن. اول شيء حكيت لكم اول نوع من السوماتيك اللي هم التاكتايل سنسيشن. شو هم التاكتايل؟ اول واحده حكينا عنها مين؟ تاتش سنسيشن. بعدين حكينا عن البريشر. البريشر انه سستيند سنسيشن ذات از فيلت اوفر ا لارجر اريا ذان تاتش، يعني بتصير لما انت تعمل ديب تاتش. الديب تاتش لفتره سستيند يعني لفتره طويله، هذا بنسميه البريشر على سكن او سبكوتينس لاير. اذا هذا من ثاني نوع من التاكتايل سنسيشن. بعدين عندنا فايبريشن. فايبريشن انه بيكون عندنا ايش رابيدلي ريبيتيتيف سنسوري سيجنلز من التاكتايل ريسبتور، يعني
تروح بترجع تروح بترجع السنسيشن. في بيستخدموها الأطباء في فحص مثلا الأعصاب، إذا حدا مثلا رحت شفت هاي بيكون هيك المطرقة ماشي، سموها هامر، هاي المطرقة بتضربها بتصير ترج، هاي بتعمل لك فايبريشن. هاي بيستخدموها حتى يفحصوا إيش الفايبريشن عند المريض، إذا إنه هل هو طبيعي ولا ما بيحس في الفايبريشن. الإتش نعتبرها كمان من السوماتيك سنسيشن، لما نعمل ستيميليشن للفري نيرف إندينجز مثلا كيميكال أو بريديكاينين أو هيستامين شو مكان الكوز بيعملنا، أو مثلا فينا لوكال إنفلاماتوري ريسبونس بصير عندنا إيش إتش سنسيشن. هسا بتروح أنت مثلا لو تصير إيدك تحكك بتروح أنت بتحكها ليش مثلا، أو مثلا حاس في وجع في هاي المنطقة وهيك بسبب بتحكك وبتوجعك كثير، فأنت بتروح ممكن تعملها سكراتشينج في إيدك. لما تعمل سكراتشينج في إيدك أنت شو بتسوي؟ بخف الوجع، هو ما يعني ما خف، ما راح الانفلاميشن، بس اللي صار انك انت لما عملت سكراتشنج حفزت باثوي ثاني، هذا الباثوي بنقل احساس السكراتشنج فبيخرب، كانه بيعمل انهيبيشن للاحساس البين اللي انت كنت حاس فيه، بس بمجرد ما انك تبطل تعمل سكراتشنج برد البين بيرجع. فهاي الفكره المهمه انه سكراتشنج الفييتس اتشنج كيف باي اكتيفيتنج ا باثوي ذات بلوكس ترانسميشن اوف ذا اتش سيجنال ثرو ذا سباينال كورد، بنعمل انهيبيشن للباثوي اللي راح ينقل لنا الاتش سيجنال. تيكل التيبيكال ارايزز متى؟ لما حدا يلمسك مثلا، اللي هي مسميها يعني الدغدغه. طب ليش مش لما حدا مثلا، ليش مش انت لما تحاول يعني حاول تدغدغ نفسك مش راح تضحك؟ ليش؟ لانه الامبلسز لما يعني بتيجي وبتروح للسيربيلم، راح نحكي عن السيربيلم لقدام ان شاء الله، بس فانت لما تحرك انت اصابعك وتصير تحاول تضحك نفسك تعمل تيكلينج نفسك تدغدغ نفسك ما بتصير، هاي السيجنالز بتروح بتيجي السيربيلم ما راح تصير عندك، فما راح تحس انه في تيكلينج، راح تحس انك تلمس حالك بس. عكس لما حدا يجيك السيجنالز بتروح للسيربيلم على اساس انها تيكلينج، وهنا بتحس انه الشخص بيعمل لك تيكلينج. فهدول هم التاكتايل سنسيشنز. فاحنا عندنا سيفرال تايبس زي ما حكينا في انه ميكانو ريسبتورز. بدي اعرف شغله اللي هي انه هاي النقطة مهمة أخذتوا أنتوا بالفسيولوجي 1 المفروض إنه في عندنا ميلينيتد فايبرز ونون ميلينيتد فايبرز، أخذتوها بالتوجيه حتى. الميلينيتد فايبرز هي المحاطة بالغشاء، هذا الغشاء بتكون فاست تنقل لنا الانفورميشن بسرعة، فإذا كان ميلينيتد فايبرز بتكون شو فاست بروباجيشن أوف سيجنال. في المقابل لما تكون unmyelinated fibers بتكون إيش؟ بتكون slow propagation of signals. شو أشياء مثل الفاست؟ مثلاً التاتش، البريشر والفايبريشن، هذول فاست لأنك أنت بتحتاج بسرعة تحس بهاي الشغلات. في المقابل التيكل سنسيشن راح تكون أبطأ، عشان هيك بتكون unmyelinated fibers. طبعاً لما نحكي أبطأ يعني لا يعني إنه دقائق، بالعكس أجزاء من الثانية، ولكنها بتعتبر slow مقارنة بإيش؟ مقارنة بالفاست سيجنالز اللي هم التاتش والبريشر والفايبريشن، عشان هيك انت ما راح تحس بالفرق بينهم حاليا. يعني لو انت جربت تعمل على نفسك تعمل تيكلينج لنفسك او حد تعمل تيكلينج لاي حدا وتعمل له تاتش، مش كثير الفرق راح يكون لا لنا كاحنا كobserving كhuman beings. النوع الثاني هو الثيرمال سنسيشن، في عندنا كولد وفي عندنا وارم سنسيشن. الوارم ريسبتورز هم اقل عددهم من الكولد، are not as abundant as cold receptor، عددهم إيش؟ أقل من الكولد receptors. النوعين بصير لهم rapid adaptation زي ما حكينا، rapid adaptation. طب ليش إحنا يعني هل إحنا منحس أحيانا بتحس بوجع؟ طب ليش منحس بوجع؟ ليش بس ما بحس إنه حار؟ يعني بحس حط إيدك على الفرن مثلاً بتحس إنه بتحس بوجع بعد ما تحس أوش حرارة بعدين تحس وجع. ليش؟ لأنه لما تكون درجة حرارة أعلى من 45 سيليسيوس أو إذا بارد كثير لدرجة أقل من 10 سيليسيوس، الريسبتور اللي بتحفز مين هم؟ البين ريسبتور اللي هم اسمهم شو؟ اسمهم نوسيسبتورز، مش الثيرموسيبتور. الثيرموسيبتورز بتحسهم بين 10 و 45 درجة، فبتقدر يعني تقدر حرارة الإشي، بس أعلى من هيك أو أقل من هيك راح تحس ببين ريسبتورز، راح يحس النوسيسبتورز راح يحس لهم اكتيفيشن. واخر نوع من البين من عفوا مش اخر نوع، ثالث نوع اللي هو البين سنسيشنز اللي حكينا عنهم النوسيسبتورز، هم فري نيرف اندينجز موجودين في كل تيشو في البادي ما عدا البرين. اذا اي مكان في البادي راح تحس فيه وجع مع راح تحس فيه ببين، تنقله مين اللي بينقله؟ النوسيسبتورز ما عدا البرين.
هسه هاي بتحميك من ايش؟ زي ما حكينا قبل شوي، لانه لو صار زي ما حكينا المثال قبل شوي، انه صار عندك جروح او صارت مثلا حريق مثلا، انحرقت مثلا طرف اصبع، اي سبب اي شيء ممكن يعمل لك بين، انت الانسان بينتبه عليه، وبهاي الطريقه بقلل الايش الكومبليكيشن، بيحاول يوقفه. يعني تخيل انه ما عندك نوسيسبتور في مثلا مرضى الديابيتس، مثلا مرضى السكر اللي ما عندهم انكنترول مثلا، والسكري تلاقي عنده عالي، ممكن انه يكون عنده ايش، مش كلهم بس في منهم بيكون عنده مثلا قدم السكري، فما بحس في ما بحس في الوجع، ما بحس في ما بحس بشيء برجله، ممكن بس بحس في وجع حرق، وجع ايش كانه رجله سخنه، بس ما بحس في وجع ايش. لما جرب غزه في ابره ممكن بحكي لك مش حاس فيها. فلو هذا لو هاي القدم صار لها عنكت فيها انجرحت وما انتبه لها الشخص ومشي في مناطق مثلا ما كانت كلين، ممكن يصير فيها انفكشن، وانفكشن وانفلاميشن ممكن تكون اثاره كثير كبيره، وفي بعضهم ممكن لا سمح الله يحتاجوا يعني دخول مستشفى واجراءات متقدمه. بس الفكره انه ما عندوش نوسيسبتورز، فهي هاي وظيفه النوسيسبتورز، هي بروتكتيف فانكشن اكثر من انها بس انك تحس بالوجع. طب ليش بدك تحس بالوجع؟ حتى تحاول توقف هذا الوجع وتشوف ايش الكوز اوف ذس بين. زي ما حكينا قبل شوي، لو كانت الحراره عالي كثير او بارد كثير، فانتنس ثيرمال او ميكانيكال او كيميكال ستيمولاي ممكن يعملوا اكتيفيشن للنوسيسبتورز البين ريسبتورز. وزي ما حكينا قبل انه فيري ليتل ادابتيشن، عشان لو انت حسيت بوجع بعدين راح تحكي خلاص فيش وجع، ما راح تنتبه له. فهي نفس الشيء بروتكتيف ميكانيزم حتى ما يصير عندنا كومبليكيشنز. اخر نوع اللي هو بروبريوسبشن، بروبريوسبتيف سنسيشنز. البروبريوسبتورز زي ما حكينا اللي بحسسوك وين مكان الجوينت او وين مكان المسل، يعني انت غمض عيونك وحرك ايديك وبعدين ثبتهم، راح تعرف وين بالضبط اتجاههم بسبب هاي شغله البروبريوسبشن. فهم موجودين في المسلز، في التندونز، في الجوينتس، في الانر اير. هذول الريسبتورز بيعملوا لك ايش؟ they provide information، حكينا وين body position، muscle length والtension والposition and movement of the joints. الادابتيشن تبعهم زي ما حكينا slowly adapting، وفقط يعني لما يصير adapting ما بالمرة انه خلص بتصير مش عارف وين، لا فقط slight adaptation. شو انواع هاي الريسبتورز؟ في بالمسل فبنسميهم muscle spindles، في بالتندونز فبنسميهم tendon organs، وفي بالجوينت كاينستيتيك ريسبتورز، بالجوينت كاينستيتيك ريسبتورز. اذا هذول الاربع اقسام، بروبيوسبتيف، البين، والثيرمال، والتكتايل، هم اقسام السوماتيك سنسيشن. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نحكي عن الباثوي، انه هذول الريسبتورز طيب كيف راح ينتقل الان السنسوري انفورميشن، راح تنتقل من هذا الريسبتور لبين ما تروح للسي ان اس ويصير انتجريشن للانفورميشن وتطلع موتور، بدهم يروحوا باثويز، راح نحكي عنهم هذول السوماتوسنسوري باثويز. راح نحكي ان شاء الله في المحاضرات القادمه عن كمان السباينال كورد ريفلكسس، لانه مش دائما المعلومه بتوصل للبرين، هي بتوصل للسي ان اس السنسوري انفورميشن، ولكن ممكن توصل بس للسباينال كورد وترد ترجع على وين تطلع الموتور، فما بتحتاج توصل للبرين. مثل لما انت فحص الدكاتره بيعملوه كمان بالهامر، لما لو عندك هامر في الدار جرب اضرب ايش المفصل الركبة مثلا، بتلاحظ انه دغري القدم اللي تحت رح تتحرك لحالها بدون ما الشخص يحركها، هذا ريفلكس، هذا بيكون جاي من السباينال كورد، ما احتاج يطلع على البرين. وراح نحكي كمان عن البرين ستيم والداينسيفالون والفانكشنز تبعهم، وممكن شوي عن الاناتومي تبعهم. ان شاء الله تكون محاضرة سهلة وتستفيدوا منها، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرات القادمة. انا محمد سلام وبالتوفيق.